نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الدولار يترنح أمام الجنيه والصعيد يقود هبوطه. إسماعيل يشكر الوزراء السابقين تولوا المسؤولية رغم التحديات والصعوبات. أردوغان: لا أعتبر الإخوان جماعة إرهابية والعفو عنهم خطوة للتصالح مع مصر. رباعية سان جيرمان تؤجل زيارة ميسي لمصر للأسبوع المقبل. الآلاف يودعون السيد الباز مصور المصري اليوم بالدقهلية. ترامب يستقبل نتنياهو بعد تخليه عن دعم حل الدولتين. موسكو: القرم أرض روسية ولا نتخلى عنها أبدا. أوباما يغازل زوجته ميشيل في عيد الحب على طريقته الخاصة. ونيوتن يكتب زمن معالي الوزير. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن حصيلة البنوك من النقد الأجنبي بلغت اليوم 635 مليون دولار بسبب تزايد بيع الدولار في البنوك، وذلك بعد انخفاض سعره في الأسواق إلى 16 جنيها و65 قرشا. كما شهدت معظم البنوك الحكومية في الصعيد إقبالا كبيرا من جانب حائزي الدولار، فيما التحق اليورو والاسترليني والعملات العربية بالدولار في التراجع أمام الجنيه. وكشفت توقعات الغرف التجارية تراجع الدولار ليصل إلى 13 جنيها. وللمزيد من التعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني سؤال مباشرة، كيف ترى هبوط الدولار الأمريكي، وهل سيستمر ذلك وينعكس بشكل إيجابي على موجة ارتفاع الأسعار؟ يعني هي أمنية ودعاء، يعني أنا أتمنى أن يصل حد الهبوط بالدولار إلى حد 10 جنيه أو 13 جنيه، لكن الأهم من حد الهبوط أنا أتمنى أن أرى انخفاضا في الأسعار يعادل هذا الارتفاع الذي وصل إليه الدولار، ثم هذا الانخفاض الذي يحاول أن يصل إليه الدولار. دي النقطة المهمة جدا، يعني وأنت تحدثي جموع ناس وتحدثي جموع مواطنين وتحدثي شعب بدرجة أو بأخرى اكتوى بنار أسعار شفناها خلال الفترة السابقة، المعني بهذا الذي نتحدث فيه هو أن ينعكس ده على الأسعار الطبيعية، يعني نشوف سلع أصبحت أسعارها ثابتة، نشوف قدرة ونرى شيء غريب احنا مش مألوف من وجهة نظري ان سلعة ترتفع ثم مع هبوط الدولار نراها تنخفض، يعني عندنا المسألة بترتفع وبعدين بتثبت عند هذا الحد. فأنا أتمنى يعني بموجب هذا الانخفاض الذي تم في سعر الدولار نرى انخفاضا موازيا في الأسعار الغذائية والأسعار السلع الكهربائية والتكميلية اللي بيحتاجها المواطن بشكل شبه يومي. قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس لوكالة بلومبرج الأمريكية أنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في مصر، والذي ارتفع بنحو 30% في يناير الماضي بمجرد زوال أثار التدابير الاقتصادية الإصلاحية بما في ذلك تعويم الجنيه. ونقلت الوكالة عن وزير المالية عمرو الجرحي قوله أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي. دكتور مختار، يعني تصريحات مقلقة ومبشرة في نفس الوقت، لكن في رأيك لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بهذا، خاصة أن هناك أمال كبيرة معلقة على انتهاء أزمات ارتفاع الأسعار زي ما حضرتك ذكرت في الخبر اللي فات؟ شوف يا أمل، نقطة مهمة جدا برضو، يعني هي لما أنت بتكلمي عموم الناس أو بتكلمي مواطن بسيط، لما بتكلمي عن ارتفاع نسبة التضخم أو ارتفاع معدل النمو أو انخفاض معدل النمو، هو مش مدرك قوي أو مش معني قوي بالأمور اللي زي كده. هو بدرجة أو أخرى معني أنه يذهب إلى الصندوق أو إلى السوق أو إلى السوبر ماركت أو إلى قضاء احتياجاته فيراها متوفرة ويراها في حدود الأسعار العادية اللي يستطيع أن يتعايش من خلالها، وما يراش ارتفاع مفاجئ في هذه الأسعار تخل بالتزاماته اليومية. بعيدا عن هذا الموضوع اللي هو فني بالدرجة الأولى، نسبة التضخم وارتفاعها وتأثير ده على ارتفاع الأسعار وعلاقة الدولار بالجنيه أو علاقة العملات الأجنبية بالجنيه، في الأول وفي الآخر المسألة اللي احنا قلناها في التعليق الأولاني، أنت أمام مواطن هو معني بالدرجة الأولى بأمور عديدة جدا، أن يرى حكومة قادرة
على خفض الأسعار بالدرجة اللي بتنخفض بها هذه العملات، ويرى حكومة بدرجة أو بأخرى قادرة على ضبط هذه الأسعار ولا تصل إلى مرحلة أو إلى درجة تستطيع أن تؤثر على حياة المواطن اليومية. دي الأمور اللي هامة جدا اللي من وجهة نظري أتمنى أن نراها في خلال الفترة القليلة المقبلة. اجتمع شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالوزراء السابقين بمقر هيئة العامة للاستثمار موجها لهما الشكر ومعربا عن تقديره لدورهما الهام والجهد المخلص الذي قدموه للوطن. وأعرب إسماعيل عن ثقته باستعداد الوزراء السابقين لمساندة الوطن في أي موقع بالخبرات والرؤى والأفكار ولمعرفة الأزمات التي أطاحت بهؤلاء الوزراء. نتابع التقرير التالي. عودة لحضرتك مرة أخرى دكتور مختار، ما تعليقك على التعديل الوزاري وما توقعاتك للأداء المرجو من الوزراء الجدد حتى يعني يشعر رجل الشارع بتغيير حقيقي؟ شوفي، تقدير الكامل لكل من ذهب وقلوبنا مع كل من أتى. ذهب 9 وزراء وأتى 9 وزراء آخرين. نتمنى ل9 وزراء أن يدركوا أن من ذهب لم يستطع أن يحقق مطالب الناس ولم يرقى إلى طموحات الناس بالمجمل، وانه بشكل او باخر من وجهه نظر رسالتنا في هذا النطاق هي ل3 وزارات من وجهه نظر. الرساله الاهم هي لوزير التنميه المحليه، لان وزير التنميه المحليه صرح تصريح بانه هيرجع القرى والنجوع وغيره الى مراكز انتاجيه وغيره، وانا بقول له قبل ما ترجعها الى مراكز انتاجيه انزل زورها وانزل شوفها. تحولت القرى والنجوع الى مسخ قرى ومسخ نجوع، وتحولت المدن الى مسخ مدن. كيف تعيد يعني بلوره هذه القرى اللي موجوده في بحر وابل الى معالم قريه، ثم تعيد المدينه الى معالم مدينه، وفرق بين المحافظات النائيه او محافظات بحر وابل وبين المحافظات الرئيسيه زي القاهره والجيزه والقليوبيه وغيره. خلينا بس نكون عندنا السنس المهم ده. دي الجزئيه، ودي مسؤولياتك في المقام الاول. الجزئيه الثانيه انك انت كيف تعيد صياغه هذه القرى والنجوع الى الانتاجيه اللي احنا الفناها. كنا نعلم عن اخمين في سوهاج انها منتجه لصناعه الحرير، هتعيد ده. كنا نعلم عن كرداسة أنها منتجة لصناعة الملابس الفرعونية وغيره، وهكذا من كثير جدا من القرى والنجوع والمدن. ودي مسألة مسؤولياتك الأساسية، ودي اللي هتنجحك، ودي اللي هتخليك تذهب بعد كام شهر أو بعد كام سنة. دي جزئية. الجزئية الثانية أن وزير التربية والتعليم الذي أتى عليها أن يدرك بأن هناك منظومة تعليمية فاشلة
وانه بدرجه او باخرى عليها ان يعدل ويمتلك جرأه لتعديل هذه المنظومه التعليميه. كذلك الرساله الاهم الى وزير التجاره ايضا او وزير التموين القادم، ويعلم انه اتى وزير تموين جلس 100 يوم وذهب لانه لم يستطع ان يحقق مطالب الناس، وكانت طموحات عنده الناس كبيره، وانه بدرجه او باخرى كيف يضبط الاسعار ويشكل عنصر التزام في هذا النطاق. ايضا وزيره الاستثمار، وهي وزيره من وجهه نظري انا اسميها وزيره القروض، هي القادمه بنسبه قروض عاليه لمصر، واتت اليها حقيبه الاستثمار، كيف تعيد الاستثمار الى مصر؟ وبدرجه او باخرى كيف تكون جاذبه لصناعات ومناطق تجارية ومناطق ترانزيت احنا في امس الحاجة اليها، نستطيع ان ننافس دول كثيرة جدا في الخارج، ننظر الى سنغافورة، ننظر الى ماليزيا، ننظر الى دبي، جبل عالية وغيره من هذه المناطق اللي سبقتنا بمراحل. بالمجمل احنا نتمنى للوزراء القادمين كل خير، ونتمنى ان يحققوا طموحات كثيرة، وان كنت شخصيا كنت اتمنى ان يذهب كل الوزارة وتأتي وزارة اخرى تستطيع ان تحقق مطالب الناس، مش تسعى بس كله يمشي ويجي ناس تاني. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال جولته الخليجية التي شملت البحرين وقطر والسعودية أن تركيا تنتظر الكثير من مصر لعودة العلاقات الدبلوماسية، أهمها العفو عن المسجونين من جماعة الإخوان، مؤكدا أنه لا يعتبر أن الإخوان جماعة إرهابية، وأكد أنه أثنى على دعوة الطرف المصري لوفد رجال أعمال أتراك للاستثمار في مصر، وشدد على أن تركيا بحاجة إلى دول الخليج خاصة السعودية للوصول إلى مرحلة استقرار في المنطقة. دكتور مختار، يمكن البعض يتحدث عن أن أردوغان يحاول أن يكون بديلا لمصر في الحلف الذي تقوده السعودية مقابل إنقاذ اقتصاده، ما رأيك في هذا الكلام؟ شوفي، هي مش قضية أردوغان أنه بيحاول أن يكون بديلا لمصر، هي القضية انظري بالمقابل أنه هل مجلس التعاون الخليجي في ظل التوتر القائم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل زيارة إيران اللي عليها كثير جدا من علامات الاستفهام والاستفسارات لسلطنة عمان وإلى الكويت على وجه الخصوص، هل مجلس التعاون الخليجي بيبحث عن سند في النطاق الإقليمي والنطاق الدولي يستطيع أن يضارع به هذا التدخل الإيراني؟ دي مسألة مهمة جدا. وهل أنه هناك شكل من أشكال التوتر بين مصر وبين الدول الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي تعوق أن تكون مصر هي اللي تستطيع أن تقوم بهذا الدور؟ ده سؤال مهم جدا. القضية مش قضية تركيا وأردوغان، القضية قضية عالم عربي إلى حد كبير جدا في حالة فكاك وفي مرحلة استقطاب إقليمي كبيرة وكثيرة، وإلى حد كبير جدا فاقد الثقة في علاقته ببعض، فالكل يبحث عن مأوى ليه. مجلس التعاون الخليجي يبحث عن تركيا، إيران تبحث عن موطئ قدم، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تبحث بالدرجة المقابلة، والسؤال اللي بيطرح نفسه بعيدا عن تركيا وبعيدا عن إيران وبعيدا عن كل هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية، هل نحن في العالم العربي ندرك حجم الأخطار وندرك أننا أمة في خطر، وبدرجة أو بأخرى نتآلف أو نتحد حوالين رؤية واحدة؟ كيف نتعامل مع تركيا ومن الأهمية أن نتعامل معها؟ كيف نتعامل مع إيران ومن الأهمية أن نتعامل معها؟ وكذلك مع الأقطاب الإقليمية والأقطاب الدولية. أعلن المكتب الإعلامي لشركة برايم فارم تأجيل زيارة نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي إلى مصر حتى إشعار آخر لأسباب تتعلق بالتزامات اللاعب تجاه ناديه. وقالت مصادر بالمكتب الإعلامي للشركة المنظمة للزيارة إن اعتذاره عن عدم الحضور جاء عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريقه برشلونة أمام فريق باريس سان جيرمان، وكان مقررا زيارة اللاعب للمشاركة ضمن الحملة العالمية لبرنامج السياحة العلاجية ضد فيروس سي. أكد فتح الله فوزي رئيس جمعية الصداقة اللبنانية لرجال الأعمال خلال مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثالث على زيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان والميزة التنافسية الموجودة في البلدين من أجل زيادة حجم الصادرات إلى إفريقيا. إذا اليوم اقتصاديا مصر، وهذا يلي أكده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستقف إلى جانب لبنان بكبوته بموضوع النزوح، فنحن ندعو رجال الأعمال والاقتصاد إلى الاستثمار في لبنان. بنهدف طبعا بالملتقيات دهيت لزيادة حجم التجارة ما بين مصر ولبنان، بنهدف إلى زيادة الاستثمار، بنهدف إلى تفعيل مبادرة مصر ولبنان إلى إفريقيا، بنحاول نستفيد من الميزة التنافسية اللي موجودة في مصر ولبنان من أجل زيادة حجم الصادرات إلى إفريقيا إن شاء الله. هناك إرادة سياسية لتطوير العلاقات بين البلدين، وأكبر دليل على الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون إلى مصر خلال الأيام الأخيرة،
وما نتج عن هذه الزيارة من تصورات مشتركة في محاولة لتعزيز رأب الصدع في العالم العربي. ونعتقد أن هذا المناخ السياسي سينعكس إيجابا على حركة العلاقات الاقتصادية وعلى حركة التبادل التجاري والاقتصادي بشكل عام. شيع الآلاف من أهل قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة في الدقهلية والعديد من الصحفيين والتنفيذيين جنازة الزميل السيد الباز مصور المصري اليوم الذي توفي بعد صراع مع المرض دام شهرين عن عمر يناهز 50 عاما. وشارك في تشييع الجنازة المحافظ حسام الدين إمام والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة. حصد الراحل عدة جوائز أهمها جائزة التفوق الصحفي لنقابة الصحفيين وأفضل صورة في مسابقة شوكان للتصوير. بكل تأكيد بنتوجه أكيد يعني بأحر التعازي لأسرة المغفور له من أسرة المصري اليوم برنامجا وجريدة، وندعو له بالرحمة والمغفرة بإذن الله. دكتور مختار، ما تعليقك على حضور كبار المسؤولين بالدولة لجنازة المصور القدير السيد الباز مصور المصري؟ يعني بالتأكيد أنا بضم صوتي لصوتك وبرضو تعازي لجريدة المصري اليوم، هذه الجريدة الغراء التي يعني نباشرها ونترقبها منذ صدورها، واهتمام الإدارة التنفيذية أو الإرادة التنفيذية داخل المحافظة بمصور صحفي كان من التميز وكان من القدرة وكان من البراعة اللي استطاع أن ينجز الكثير. دي مسألة هامة جدا ومطلوبة مع كل وقت. بالتأكيد نحن نعزي أهل السيد ولأهله المزيد من الصبر والسلوان وفي جنة الله سبحانه وتعالى. ونروح بكم إلى خبر مهم جدا عشان الجو متكتك وبرد جدا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، حيث تتكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد حتى صعيد وسيناء والبحر الأحمر، وستكون السحب الممطرة غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط الرياح الشمالية الغربية محملة بالرمال والأتربة على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة وبرودة الطقس نهارا وأكثر ليلا. والآن نذهب بكم إلى فاصل ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بأن محادثات أستانا حول سوريا تجرى كما هو مخطط لها، وأنه لا يوجد أي تأجيل. وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان قد قالت إن المحادثات تأجلت يوما واحدا. من جهتها أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض رغبتها في إجراء مفاوضات مباشرة مع دمشق بشأن انتقال السلطة خلال مباحثات جنيف المقبلة. دكتور مختار، ما تعليقك على التخبط الذي شهدته المحادثات اليوم؟ شوفي، خلينا أقول لك أن التخبط الموجود داخل الساحة السورية مبناه الأصيل هو فقد الثقة ما بين الأطراف اللي بتتباحث في الأستانة. وخلينا أقول لك كمان بأنه تلغرافيا كده، بأن أنت عندك 4 مدن داخل سوريا أصبحوا مأساة إنسانية بكل المعايير المتعرف عليه. عندنا مضايا والزبتاني، دي مناطق سنية محاصرة من قبل ميليشيات شيعية، وعندنا كفرية والفوعة قرى شيعية محاصرة من قبل الميليشيات السنية. كلا القوتين الطرف المتضرر الأصيل فيهما هم المواطنين، وقيل بدرجة أو بأخرى أن هناك أكثر من 60,000 مواطن عالقين لدرجة أنه بيأكلوا القديد، يعني لما فيش حاجة يستطيعوا أن هم يأكلوا منها أو يشربوا منها. هي مأساة بكل المعايير ما نراه داخل الساحة السورية في كثير جدا من المدن. والتخبط اللي موجود في الأستانة لأنه هو محادثات أمنية في المقام الأول، والأمن قائم ما بين الثقة اللي المفترض أن تتولد ما بين الأطراف المتصارعة داخل الساحة السورية، من هم المعارضة ثم من هم الميليشيات الشيعية الأخرى اللي تستطيع أو بتشكل ندية معاها، ثم الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية اللي تستطيع أن ترسل رسالة للأطراف بأن هي ضامنة لأي اتفاق موجود ما بين هذه الأطراف. بالمجمل كده انت امام وضع ليس سهلا، هو وضع معقدا، وانا متصور انه مع كثير جدا من اللقاءات من الممكن ان تفك عقود كثيره جدا موجوده ما بين هذه الاطراف.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب ترامب. وأعلن البيت الأبيض أن ترامب يدعم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين حتى إذا لم يتضمن حل الدولتين. وأكدت إدارة ترامب أن الرئيس الأمريكي يرفض سياسة إملاء الحل وعلى الطرفين حل نزاعاتهم والتوصل إلى اتفاق. دكتور مختار، في رأيك ما تأثير تحول الاتجاه السياسي لترامب تجاه القضية الفلسطينية؟ هو خلينا أقول لك، التحول السياسي لمصلحة هذه القضية ولا ضد القضية؟ أنا وجهة نظري أن هذا التحول السياسي هو ضد القضية الفلسطينية، لأنه عندما تتحدثي عن حل سياسي للقضية الفلسطينية بعيدا عن حل الدولتين مش حل سياسي، وعندما تتحدثي عن أنه المستوطنات اللي بتقيمها إسرائيل مش عائق أمام السلام ولا يقف حائل أمام إقامة حل الدولتين، يبقى مش حل ما بين الدولتين. وهذا التناغم اللي موجود ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية على العرب بالمقابل أن يدركوه، وأن تكون رسالتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مسألة حل الدولتين مسألة أساسية، وأنه واجب الحديث من وجهة نظري، احنا بنتحدث عن حدود 67 وعن القرار 242، انا من وجهة نظري عشان نكون عنصر ضاغط بدرجة او باخرى علينا ان احنا نتحدث عن القرار 181 لسنة 47، بمعنى ان ارفعي من سقف طلباتك عشان تستطيعي انك انت تصلي الى الحد اللي احنا نريد ان نريده بالنسبة للدولة الفلسطينية. انا متصور ان القضية الفلسطينية بتعقد اكثر فاكثر ما لم يدرك العالم العربي بانه هذه القضية تاهت وانتهت دبلوماسيا، وانه المؤتمر الصحفي اللي احنا تابعناها اليوم ما بين نتنياهو وما بين ترامب الى حد كبير جدا لا يبحث عن التفاؤل، كل رسالاته كلها رسالات سلبية خاصة بالقضية الفلسطينية. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن قلقها إزاء ما وصفته بتصدع الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت موغريني إلى إمكانية أن تفقد الولايات المتحدة قدرتها على أن تكون زعيمة العالم، قائلة إنها لم ترى الولايات المتحدة من قبل بلدا تنهشه انقسامات وانشقاقات ومنازعات داخلية. دكتور مختار، هل تتفق مع موغريني في تصورها تجاه الولايات المتحدة؟ شوفي، أنا أتفق في جزء مما تطرحه، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما يقلقها هو الصعود الكبير لروسيا. روسيا الآن اللي هي كانت وريث الاتحاد السوفيتي اللي بدأت من 2007 تناوي الولايات المتحدة الأمريكية بإرسالها لقاذفاتها الاستراتيجية في المحيط الأوروبي، جمدت اتفاقية الأسلحة التقليدية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، سددت كامل ديون الاتحاد السوفيتي السابق، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بشكل من أشكال الضغط الروسي، ثم أن روسيا تدخلت في كثير جدا من الصراعات، وأنا من وجهة نظري أن خرجت منتصرة في النهاية، خرجت منتصرة بضم شبه جزيرة القرم اللي ترامب بينادي برجوعها مرة أخرى إلى أوكرانيا، خرجت منتصرة بوقفها مع إيران وشرعية البرنامج النووي الخاص بها، خرجت منتصرة داخل الساحة السورية بإحياء دور بشار وقلبت المعادلة داخل الساحة السورية بالمطلق، وأصبح لها يد في كثير جدا من ملفات منطقة الشرق الأوسط نستطيع أن نعددها كثيرا، على الأقل دعوتها لأطراف الصراع الفلسطيني فتح وحماس إلى مباحثات على الأرض الروسية لتهدئة الوضع ما بينهم أو لملمة الوضع ما بين الطرفين. ثم الصعود الصيني الكبير، وهو الصين في خلل تجاري ما بين علاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن وجهة نظري بطرف آخر أن العالم الغربي يريد أن يتحلل من علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى يشكل ندية لها ويشكل كتلة اقتصادية. كل هذه التكتلات تؤثر على دور الولايات المتحدة الأمريكية كزعيمة منفردة للعالم أو كشرطي للعالم. بالمطلق نحن أمام قوة إلى حد كبير جدا لا تحترم سوى القوي ولا تحترم سوى من يؤثر على مصالحها. دي المسائل اللي احنا بنشوفها من إيران، بنشوفها من كوريا الشمالية، بنشوفها من روسيا، بنشوفها من الصين، بنشوفها من العالم الغربي، برغم يعني حدية الصداقة والود اللي موجود بين العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل ان هم في حلف واحد. العالم التائه بين كل هذه التكتلات هي العالم العربي. دائما في كل سؤال نطرح ما هو رؤية العالم العربي في التعاطي مع هذا الواقع الإقليمي والدولي الجديد. نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تكون إعادة القرم إلى أوكرانيا مطروحة بأي شكل من الأشكال، وشددت على أن روسيا لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، مؤكدة أن هذه القضية لا يمكن أن تكون موضوع تجارة بين روسيا والولايات المتحدة مهما كلف الأمر، والمطالبة بإعادتها مستحيلة، كما هو مستحيل لو أن روسيا طالبت بعودة ألاسكا. دكتور مختار، برأيك هل حقا تشكل قضية القرم
هي أزمة جديدة في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بموسكو. لا، ما تقدرش تقول أزمة جديدة بمعنى أزمة جديدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك في اجتماع هام جدا عقد لحلف الناتو سنة 2008 في حديث ما بين بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وما بين بوتين الرئيس الروسي الموجود حاليا فيما هو مرتبط بأوكرانيا على وجه الخصوص، وحديث بوتين بأن أوكرانيا هبة السماء إلى روسيا وأن روسيا لن تتخلى عنها بالمطلق لأنها دولة متاخمة لروسيا وروسيا بتنظر لها كعمق استراتيجي هام جدا. ضم شبه جزيرة القارم كعقاب لأوكرانيا بأخذها من روسيا من قبل العالم الغربي والاتحاد الأوروبي وبجانب القلاقل اللي احنا بنشوفها في شرق أوكرانيا، دي كلها أمور بتقول أن روسيا صعب جدا إن لم يكن مستحيل التخلى عن شبه جزيرة القارم أو التخلى عن أوكرانيا بالمطلق، والولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدرك ذلك وما تحطش ده كأصل من أصول إعادة العلاقات الطبيعية بينها وبين روسيا لأن هذه المسألة مستحيلة بالنسبة لروسيا. أعلنت شركة HMD المصنعة لهواتف نوكيا أنها ستعيد طرح هاتف نوكيا 3310 الذي تم إطلاقه أول مرة قبل 17 عاما بميزات تقنية بسيطة وحظي بمكانة مفضلة لدى مستخدميه بفضل صلابته وقوة بطاريته. ومن المرتقب أن تعلن الشركة عن النسخة العصرية من نوكيا 3310 في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة نهاية فبراير المقبل. أعلنت وكالة الفضاء الهندية أنها أطلقت بنجاح أكثر من 104 أقمار اصطناعية صغيرة في مدار الأرض على متن صاروخ واحد، ويكسر هذا الإنجاز الرقم القياسي الذي سجلته روسيا بإرسال 37 قمرا اصطناعيا في عملية إطلاق واحدة في 2014. وتتبع هذه الأقمار عدة شركات في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وهولندا وكازاخستان. اهتمت مواقع أمريكية عديدة بنشر الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الفالنتين إلى زوجته ميشيل قائلا إنه قضي معها حوالي 28 عاما لكنه يشعر دوما أن كل يوم هو يوم جديد. ونشر صورة رومانسية سابقة تجمعه مع ميشيل داخل البيت الأبيض، وردت ميشيل عليه بنشر تغريدة تحوي صورة لهما خلال عطلة ما بعد الرئاسة على أحد الشواطئ. فاصل مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس. عودة نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من مصر اليوم. تحت عنوان زمن معالي الوزير، كتب نيوتن في عدد المصري اليوم متحدثا عن التعديل الوزاري الأخير منتقدا لاستخدام نفس الآلية القديمة في اختيار الوزراء خاصة في موافقة البرلمان على الحكومة كلها دفعة واحدة، مؤكدا أنه في النموذج الأمريكي يتم التصويت في البرلمان على كل وزير على حدة وتتم مناقشته على انفراد بعدما يتم إعداده وتجهيزه من قبل الرئيس ليحصل على ثقته قبل إرسال اسمه للبرلمان، موضحا لو حصل ذلك لا يكون البرلمان شريكا حقيقيا للوزير لا ندا له. دكتور مختار، ما تعليقك على المقال ووجهة نظر نيوتن، وهل علينا بالفعل ان ندمر الاليات القديمه في اختيار الوزراء؟ دعيني ابتداء وانا من المرات القليله جدا ان انا يعني اتحمس الى مقاله، وانا يعني اتحمس الى هذه المقاله صلبا وتوقيعا وشكلا وموضوعا يعني بالياتها، لانه اليات اختيار الوزراء في ظل الموازنات او التوازنات اللي احنا عايزين نخلقها ما بين سلطه تنفيذيه وما بين سلطه تشريعيه وما بين سلطه قضائيه وغيره، ان تكون اختيار الوزراء كل وزير على حده وان يجي قدام البرلمان من قبل لجنه بتشكل زي الولايات المتحده الامريكيه يقول هو جاي يعمل ايه في هذه الوزاره؟ رؤيته ايه في المشاكل اللي موجوده فيها؟ اليات طرحه للحلول ايه؟ الفتره الزمنيه اللي هو محتاجها ايه عشان يضع هذه الحلول؟ فكره الغير تقليدي اللي يستطيع ان يقدم حلول المواطن يترقبها ايه؟ لكن احنا عندنا امور غريبه جدا، احنا شفنا تصويت جلوسا ثم تصويت وقوفا على اعضاء الحكومه كتله واحده يعني بعبالها كده بدون ان ندرك الوزير الصناعه ده جاي، يعني وزير التجاره ده جاي ليه؟ ووزير التجاره ده ذهب ليه؟ وهل هو جاي مدرك للاخطاء التي وقع فيها الوزير السابق ليه؟ وهكذا يعني. بالمطلق انا يعني هذه المقاله مقاله الحقيقه يعني محموده وممنونه ونتمنى ان نرى تطبيقها في مصر في خلال فتره وجيزه.
فاصل الأخير مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 685 جنيه، جرام عيار 21 600 جنيه، جرام عيار 18 514 جنيه، جرام عيار 14 423 جنيه. أما عن سعر جنيه الذهب 5000 جنيه. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 22-11، الإسكندرية 21-10، شرم الشيخ 22-18، الغردقة 23-12، الأقصر 24-10، أما عن أسوان فالعظمى 23 والصغرى 11. بكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة، شكرا لك يا أمل. بشكرك سمر. شكرا لحضرتك دكتور مختار. شكرا جزيلا. وشكر موصول بكل تأكيد لكم مشاهدينا، تلتقونا غدا وجولة إخبارية جديدة من المصري اليوم على القاهرة والناس. تابعتم في نشرة اليوم: الدولار يترنح أمام الجنيه والصعيد يقود هبوطه. إسماعيل يشكر الوزراء السابقين تولوا المسؤولية رغم التحديات والصعوبات. أردوغان: لا أعتبر الإخوان جماعة إرهابية والعفو عنهم خطوة للتصالح مع مصر. رباعية سان جيرمان تؤجل زيارة ميسي لمصر للأسبوع المقبل. الآلاف يودعون السيد الباز مصور المصري اليوم بالدقهلية. ترامب يستقبل نتنياهو بعد تخليه عن دعم حل الدولتين. موسكو: القرم أرض روسية ولا نتخلى عنها أبدا. أوباما يغازل زوجته ميشيل في عيد الحب على طريقته الخاصة. ونيوتن يكتب زمن معالي الوزير.